بايدن يهاتف الكاظم لأول مرة منذ تسلمه مهام رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بالتزامن مع كل المستجدات الأخيرة في العراق والشرق الأوسط والعالم، وهو أول اتصال يجريه الرئيس الأمريكي الجديد مع رئيس حكومة عربي. المراقبون يقولون إن هذا الاتصال يجيء في سياق احترام بايدن لسياسة الكاظمي الذي سبق وصرح قبيل زيارته الأخيرة إلى واشنطن بالقول: نحن لا نلعب دور ساعي البريد في العراق. وهذا التصريح له دلالته، بمعنى أن الكاظمي والدولة التي يمثلها لا يليق بهما ممارسة دور المرسال بين واشنطن وطهران. ويبدو أن الكاظمي أبلغ بايدن بأن ما يليق بالعراق هو دور الوسيط النزيه، لأن من مميزات هذا الدور هو أن التسويات السياسية بين الدول المتصارعة يعود بالنفع على الدولة الوسيطة، بمعنى أن العراق إذا نجح بهذا الدور فسيحقق الكثير من المكاسب السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية، لأنه يدرك حجم الخسارات التي ستلحق به من تداعيات الصراع الإيراني الأمريكي. أما بايدن فلا ينفك يؤكد دعمه لسيادة وأمن العراق واستقلاله واستقراره، مدفوعا بالإشادات المتتالية التي يلقيها على مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء باستمرار. بايدن تطرق خلال اتصاله بالكاظمي إلى الهجمات الصاروخية الأخيرة ضد أفراد القوات العراقية وقوات التحالف، واتفق معه على ضرورة محاسبة المسؤولين عن تلك الهجمات بالكامل، كما وناقش معه أهمية دفع عجلة الحوار الاستراتيجي بين البلدين وتوسيع التعاون الثنائي في القضايا الرئيسية. بايدن والكاظمي شددا على التعاون في محاربة تنظيم داعش الإرهابي لضمان السلام والاستقرار الإقليميين، وكذلك حماية البعثات الدبلوماسية الأجنبية في العراق. المتابعون للشأن العراقي يرون بأن هذا الاتصال سيعطي دافعا معنويا كبيرا لكل من الكاظمي وبايدن أمام خصومهما السياسيين في بلديهما، وسيفتح آفاقا جديدة في التعاون طويل الأمد بين العراق وأمريكا على الصعود كافة، وخاصة محاربة التنظيمات المتشددة والميليشيات الخارجة عن القانون وتوطيد العلاقات الثنائية.